صلينا على النبي الهادي الأمين، سيدنا النبي جد الحسن جد الحسين، من نور جمال النبي انشق القمر نصين، من نور جمالك فين؟ ألفين روح يا نبي، من نور جمالك فين؟ صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت. والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان، والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان. يا سر الوجود يا طه، أنا جاي وحياتي متاه. يا سر الوجود يا طه، أنا جاي وحياتي متاه. أتعلق بنور النبي وتعطر بآل البيت. الله دي من الحاجات اللي بنحبها. اساس القصه بتاعت حبكم للشعر والابتهالات والاناشيد كانت اذاعه القران الكريم. بالظبط. صح. احكوا لنا شويه عن الموضوع ده. وكمان احنا الشركه المتحده عامله دلوقتي زي ابلكيشن بقى للتطور والتكنولوجي. بالزبط. فبنواكب التكنولوجي. ابلكيشن القران الكريم على القران الكريم. سمعتوها؟ انا طبعا متابع جدا ومتابع كل حاجه عاملاها المتحده. ما شاء الله عليه، متابعه حاطين عليه جميع القراء، منهم الشيخ محمد احمد عامر، الشيخ المنشاوي، الشيخ الحصري، كل واحد محطوط بالتلاوات الخاصه ليه، وممكن اي حد يسمعه في اي وقت. انا متابعه بصراحه ومنزله عندي على التليفون كابلكيشن. يعني دي نقطه تتحسب لهم بصراحه. طبعا لانه اذاعه القران الكريم هي كانت في الوقت بتاعها وما زالت لغايه النهارده شغاله ولسه بنسمعها. ما شاء الله. وحصل فيه تطوير اكتر من خلال القناه ومن خلال الابلكيشن دلوقتي. كمان ابو بكر وعمر، يعني انتوا ابتديتوا الانشاد من سن صغير قوي، مين كان مثلكم الاعلى؟ يعني كنتوا قوي تحبوا مين في الانشاد؟ الانشاد بالتحديد في بدايه هو المثل الاعلى دايما للناس المعروفه قوي في المثل، وزي ما استاذه سالت قالت ان اذاعه القران الكريم كانت هي الاصل. فالمثل الاعلى دايما كان مبتهلين اذاعه القران الكريم. وهم الملهمين الاوائل لينا. بعد الاب والام طبعا هم اللي بيسطروا معانا كل حاجه. في حد في العيله تاني ولا اي صوت؟ الناس بتستغرب تقول انت صوتك طالع حلو لمين؟ بس جدي عبد العدل يعني كل شويه بيهزر يقول لي يا ابني قولي ان انا صوتي كان حلو زمان، قولي ان انت طالعين لي. ده جدك يقول لك. جد عبد العدل والد امي. ربنا يبارك في عمره يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يبارك فيه.